أذهب سريعا إلى ضيفي من القاهرة الدكتور محمد، أرحب بك في البداية. وفي ضوء زيارة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم إلى تل أبيب، في تقديرك كيف ينعكس هذا الدعم الأمريكي لقوات الاحتلال الإسرائيلي على تفاقم الوضع وخاصة الوضع الإنساني المتفاقم بالفعل في قطاع غزة؟ يعني الولايات المتحدة تعد شريكا أساسيا لإسرائيل في هذه الحرب، شريك طبعا. يعني مثلما كانت تل أبيب تطلق على قاطني قطاع غزة شركاء في لحركة حماس في القيام بهذه الهجمات ودعم هذا الكيان الحمساوي، أنا أعتقد أن الولايات المتحدة تعد شريكا أساسيا لإسرائيل في هذه الحرب لعدد من الأبعاد. البعد الأول، وهو منذ انطلاق تلك الهجمات كان هناك تصريحات وتحركات من جانب الولايات المتحدة ومن جانب الدول الغربية لدعم إسرائيل فيما تقوم به من تحركات وسياسات على الأرض، اللي هي كان من الواضح منذ اليوم الأول لا تقوم باستهداف حركة حماس وإنما باستهداف المدنيين في قطاع غزة. هذه واحدة. النقطة الثانية، أن الولايات المتحدة طوال الوقت تؤكد أن لا تدعم مسألة وقف إطلاق النار وإنما تدعم هدنة إنسانية مؤقتة لاعتبارات إنسانية ولكن لا تفرضها على إسرائيل، وتتعلل بذلك أن في حالة توقف عجلة الحرب في هذا التوقيت يؤدي إلى إعادة تموضع حركة حماس وزيادة قوتها مرة أخرى على الساحة الفلسطينية. النقطة الثالثة، أن كل التحركات السياسية داخل المؤسسات الأممية وتحديدا داخل الجمعية العامة ومجلس الأمن تم استخدام حق الفيتو من جانب الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، بما يعطي شيكا على بياضا واستمرار لإسرائيل لنهجها في مواصلة الحرب على المدنيين في قطاع غزة. النقطة الرابعة، أن الولايات المتحدة لم تضغط في كثير من الأحيان بشكل جدي على إسرائيل للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية التي تتمثل في مواد غذائية، مستلزمات طبية، الوقود الطهي، بما يجعل الأوضاع الإنسانية لا تحتمل أو تطاق وفق التقارير الصادرة عن الصليب الأحمر الدولي. دكتور محمد، هل الولايات المتحدة غيرت مفهوم مجلس الأمن في عالمنا؟ مجلس الأمن في الأساس هو هدفه في الأساس هو حماية السلم والأمن الدوليين كما تابعنا على مدار عشرات السنين، لكن وبالطبع وقف إطلاق النار في أي حروب تحدث على الأرض من أجل وقف نزيف الدم. الآن يتم فيتو أمريكي من أجل عدم وقف إطلاق النار. بالضبط، وهو ده في جزء منه يؤدي إلى تقويض الأمن والسلم الدولي. وأنا أعتقد أن التأثيرات الإقليمية لحرب غزة لم تظهر أو ملامحها بعد، ربما يتم استهداف المصالح الغربية والأمريكية في الشرق الأوسط سواء كانت قواعد عسكرية أو استثمارات اقتصادية أو هيبة، يعني ما تقوم به ميليشيا الحوثي في استهداف بعض السفن التجارية المرتبطة بإسرائيل أو مرتبطة بالدول الداعمة لإسرائيل بيمثل تلاشي لقيمة الردع اللي كانت طوال الوقت بتحددها الولايات المتحدة. وجزء من هذه الرسائل رغم القواعد العسكرية الأمريكية، حاملات الطائرات، الأساطيل الضخمة، لم تمنع فاعل مسلح من غير الدولة لمحاولة أن يقوم بأفعال تمثل إزعاجا لحركة الملاحة والمجتمع الدولي، لكن للولايات المتحدة وإسرائيل بشكل خاص. وبالتالي طيب، أنا أعتقد زي ما حضرتك بتقول إن في عهد السيادة الأمريكية بدأ أن دورها يرتبط به ليس للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين بل تقويض الأمن والسلم الدوليين بشكل كبير بسبب الدعم المطلق لإسرائيل.